احنا ان شاء الله في افتتاح ديال المركز التجاري، اول مركز تجاري لتسويق المنتجات المجاليه ديال اقليم طاطا، اللي من خلاله ان شاء الله التعاونيه ديال اقليم طاطا يمكن لهم يعرضوا ويسوقوا المنتجات ديالهم ان شاء الله، بالاضافه للخدمات ديال التسويق الالكتروني من خلال البوابه الالكترونيه tatabio.ma، ومن خلال النقل اللي وفرته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لفائده هذه التعاونيات.